بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أعيد الحديث. صلى الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأفعال التي تفعل يوم العيد، يوم عيد النحر، أربعة: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني ذبح الهدي، الثالث الحلق، الرابع الإفاضة، طواف الإفاضة والسعي. هذه المناسك التي تفعل في يوم عيد النحر، إذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا أفضل وأكمل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخر شيئا منها في أيام التشريق فلا حرج، ولكن الأفضل أن يستكملها في يوم النحر ويتحلل من إحرامه تحللاً كاملاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً على هذا الترتيب: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة، على هذا الترتيب أفضل. هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه، وهكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس، لا سيما في موسم الحج، لأن الناس بحاجة إلى أن يسألوه فيقف لهم، بمعنى أنه يستقبلهم، يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل قال: لم أشعر، يعني لم أنتبه للترتيب، فحلقت قبل أن أرمي أو نحرت قبل أن أرمي. وقال الآخر: أنا لم أشعر فرميت قبل أن أحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يقول للسائل: افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء في هذا اليوم، يعني في يوم العيد، ما سئل عن شيء في يوم العيد قدم ولا أخر من هذه الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج. فدل على أن ترتيبها سنة، وأن تقديم بعضها على بعض أنه جائز ولا حرج فيه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث
أنه خاص في الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد، وأنه خاص بيوم العيد في هذا اليوم. بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص ويريدون أن يعمموه على كل أفعال الحج، فيقولون يرمون قبل الزوال يوما في أيام التشريق ولا حرج. الرسول ما قال هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما سئل عن الرمي قبل الزوال، قال افعل ولا حرج. وكذلك في غيره من مناسك الحج، إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد. هذا مورد الحديث، هذا مورد الحديث. نحن نقتصر على ما جاء، الأصل أنها ترتب وأنها تؤدى في يوم العيد، وإن حصل تقديم أو تأخير بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك. أما أننا نعمم في كل أعمال الحج ونقول افعل ولا حرج ونستدل بهذا الحديث، هذا استدلال في غير محله. وبنوا على ذلك أنهم يفتون بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وهذا لا مستند له، بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تحين هو وأصحابه إلى أن زالت الشمس. فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبينه للناس، لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام، فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال بأي دليل، بأي مستند، ما فيه، ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل، افعل ولا حرج، نخرجه عن مدلوله، هذا أمر لا ينبغي. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم. المسألة الثانية فيه أنه يجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم، كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أهل العلم، ما يسأل المتعالمين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم، لا، يسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة بالأحكام الشرعية. المسألة الثالثة، الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم أو أخر في هذا اليوم، هذا دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فقهائهم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان بحرا في العلم والفقه في دين الله، وهو حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبتكرون شيئا من عندهم، لأن هذا دين ما يجوز الزيادة فيه والنقص والتخرص فيه، لا بد أن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، ولا مجال للاستحسانات والاجتهادات المخالفة.
ولا مجال للجهال والمتعالمين أن يتدخلوا في أحكام الشريعة ويفتوا ويتكلموا، لأن هذا قول على الله بغير علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك، ما يدل على خطورة التكلم بغير علم والإفتاء بغير علم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها، رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات، ووقف عند الجمرة مستقبلا لها جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني من بطن الوادي، لأن الجمرات في وادي، وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة مما يلي مكة. سميت جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل، كانت في أصل جبل، فوقها جبل، سميت جمرة العقبة لهذا المعنى. ثم أزيل الجبل لأجل توسعة على الناس، أزيل الجبل من أجل التوسعة على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فصارت ترمى من كل جهة، ترمى من كل جهة من أجل الزحام، من أجل التيسير على الناس. أزيل الجبل من أجل إزالة الزحام، لأن الحجاج كثروا، فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل في ذلك الخطر الشديد والحرج. فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة، لكن بشرط أن يقع الحصى في الحوض، في حوض الجمرة. والجمرة معناها مجمع الحصى، مجمع الجمار، والجمار هي الحصى الصغار تسمى جمار، فالجمرة موضع مجمع الحصى. ثم قال رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول، ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه. وتخصيص سورة البقرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله، فلماذا خص سورة البقرة؟ قيل لأنها فيها أحكام الحج، فيها ذكر أحكام الحج، وقيل لأنها سورة طويلة وهي أطول سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن، يعني هي سنام القرآن، أفضل سورة في القرآن سورة الإخلاص، أو سورة الفاتحة، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في القرآن، وأطول سورة في القرآن سورة البقرة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فالقرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض. فقوله هذا مقام، أي هذا المكان الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يبين للناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرميها هذا أفضل، أما إذا لم يتمكن وصار فيه زحام فإنه يرمي من أي جهة والحمد لله. المهم أنه يقع الحصى في الحوض، هذا هو المهم، من أي جهة. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟
قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. نعم، الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا في عمرة، هذا في عمرة القضية بعد الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا للمحلقين الذين يحلقون جميع الرأس بالموس، يحلقونه بالموس، دعا لهم 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 واحدة، وهم الذين يقصون شعر الرأس ويتركون بقيته، يقصون أعالي الشعر ويتركون بقيته. فالذي يحلق أفضل من الذي يقصر، والتقصير جائز ومجزي، ولكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله 3 مرات، ودعا لأهل التقصير 1 واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأنه أبلغ في العبادة، أبلغ في العبادة، وحلقه عبادة لله عز وجل. ليس هناك من تحلق له الرؤوس تعظيماً إلا الله جل وعلا. وقد يكون الإنسان، قد يكون الإنسان يرغب بقاء رأسه عليه، يتجمل به ويتباهى به. هذه عادة العرب، أنهم يتخذون شعر الرأس ويغذونه، فبعضهم قد يتصاعب الحلق لأنه يذهب الشعر، وهم يريدون بقاء الشعر. هذا جائز، جائز أنه يقصر، لكن الذي يحلق هذا أبلغ في العبادة، وفيه دليل على أن الحالق، على أن الحالق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه، هو يرغب بقاء الشعر لكنه يحلقه لله عز وجل، فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذا وجه كون المحلقين أفضل من المقصرين. ثم لا بد أن نعلم أنه لا بد من حلق الرأس كله، ولا بد من تقصيره كله، فلا يحلق أو يقصر بعضه ويترك بعضه، لأن بعض الناس يقصر من جانب من الرأس ويترك البقية، هذا لا يجزي، لأن الله جعل التقصير بدلا من الحلق. فكما أن الحلق يعم جميع الرأس فكذلك تقصير. وأيضا محلقين رؤوسكم ومقصرين، أضاف التحليق والتقصير إلى جميع الرأس، ما قال محلقين بعض رؤوسكم، مقصرين بعض رؤوسكم، وإنما أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس كله، فيحلق كله أو يقصر كله. هذا هو الواجب في الحج والعمرة. وفيما عدا النسك فالحلق مباح، الحلق مباح، وتغذية الرأس مباحة على الصفة التي توافق السنة، مباح هذا، مباح له أن يحلق ومباح له أن يغذي شعر رأسه، لكن على مطابقة السنة، فيتحرى بذلك موافقة السنة. نعم، فهذا فيه دليل على أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة، وفيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، وفيه دليل على وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، فلا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله.
قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال: دعا لهم بالرحمة ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة أدل كما ذكرنا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. نعم. هذا الحديث فيه أن صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كل نساء الرسول حججن معه حجة الوداع، ومنهن صفية رضي الله عنها. وكانت قد طافت، أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. وإذا طاف الحاج طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أو التقصير فإنه قد تحلل من الإحرام، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى زوجته يستمتع بها. إذا فعل الثلاثة، رمي الجمرة والحلق أو التقصير والإفاضة، تحلل التحلل الكامل. وإن فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له محظورات الإحرام ما عدا زوجته. فصفية فعلت التحلل الكامل، أتت بالثلاثة، معناها أنها حلت لزوجها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها حائض. ومعلوم أنه لا يحل وطئ الحائض، لا يحل جماع الحائض. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا يجوز وطئ الحائض. فلذلك قالت عائشة: يا رسول الله إنها حائض، تذكره في أنه لا يجوز وطئها وهي حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني هل هي تحبسنا عن المسير والسفر لأجل الود طواف الإفاضة؟ فلما أخبروه أنها طافت للإفاضة قال: لترحل إذن، انفري. أدل على أن طواف الإفاضة على أن طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحج، أنه واجب من واجبات الحج. هذه مسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تتركه، والترخيص لا يكون إلا من أمر واجب، فدل على أن طواف الوداع واجب ولكنه يسقط عن الحائض، كما في حديث ابن عباس قال: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن الحائض، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة، كما في حديث عائشة أيضا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فطواف الإفاضة تشترط له الطهارة، فلذلك إذا حاضت المرأة قبله تنتظر حتى تطهر فتؤديه ثم تسافر. فلو أنها لم تطف للإفاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتظار، قال: أحابستنا هي؟ فإذا حاضت
وهي لم تطف للإفاضة فإنها تنتظر، وينتظر معها وليها، يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر. وأما إذا كانت أدت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها، وهذا من تيسير الله عز وجل. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن الحاج إذا أدى المناسك الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته. المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف، اشتراط الطهارة للطواف، أنه لا يصح بدون طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال في قصة صفية: أحابستنا هي. دل على أن الحائض لا تطوف طواف الإفاضة ولا طواف العمرة إذا كانت معتمرة، طواف الركن لا تطوفه لا في حج ولا في عمرة حتى تطهر. الطهارة للطواف تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وجاء في حديث ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا أنه قال: الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. هذا صح موقوفا على ابن عباس، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة، بل كان لا يطوف إلا وهو طاهر، ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف، ولو لم يكن على طهارة ما صلى بعد الطواف. فدل على اشتراط الطهارة للطواف، طواف الركن في حج أو عمرة. أما الذين يقولون إنه لا يشترط، ليس معهم دليل، ليس معهم دليل يعارض هذه الأدلة، وإلا أنهم يقولون إن المرأة يشق عليها الانتظار وتذهب الرفقة التي هي معها، واليوم تكون مع في حجز طائرات، وفيه مثلا فيه حملات للحج. نقول كل هذا ما يمنع أنها تبقى ويبقى وليها، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتذهب هي وليها إلى بلدها. لكن لو اضطرت إلى السفر، اضطرت إلى السفر قبل أن تطوف تذهب تسافر، فإذا طهرت يأتي بها وليها، يأتي بها وليها وتطوف، كأن تسافر للرياض إلى القصيم إلى أي مكان تسافر، لكن بشرط أنها إذا طهرت يأتي بها وليها فتؤدي طواف الإفاضة، أو تنتظر في مكة هي ووليها حتى تطهر. وليس اليوم كالأمس، اليوم ولله الحمد سهلت الأمور، تأمنت الطرق وتقاربت المسافات، ووسائل النقل السريعة كان في الأول على الإبل وعلى البواخر وعلى السفن، ويأخذون أشهر في الطريق في خوف يشق في ذاك الوقت. فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة في أن كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم التمسوا لها رخصة في أنها تطوف وهي حائض من أجل الضرورة، قالوا لأن الطهارة شرط، والشرط يسقط مع العجز، الشرط يسقط مع العجز، فالتمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظرا للظروف السابقة. أما في وقتنا هذا تغير الحال، تتغير الفتوى، تتغير الفتوى بتغير الأحوال. فليس اليوم كالأمس في صعوبة البقاء في مكة، ينبغي أن ينظر هذا. فالذين أفتوها بالطواف وهي حائض للضرورة، واليوم ما في ضرورة والحمد لله، تسهلت الأمور، تقاربت البلدان، وتوفرت وسائل النقل السريعة، فليس هناك ضرورة. فهي إما أن تبقى وهذا هو الأحسن، وإما أن تذهب وإذا طهرت تأتي وتؤدي بقية حجها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض،
وعلى وجوبه على غيرها، وعلى وجوبه على غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقطه إلا عن الحائض، فدل على أنه واجب، ولكن الحائض سقط عنها للعذر. وأما قوله عقر حلقة، هذا دعاء، الأصل أنه دعاء، عقرها الله حلق رأسها، فهذا كان في الأصل دعاء، لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعاء، مثل ثكلتك أمك يا معاذ، الأصل أنه دعاء، لكن هو استعمل في غير إرادة الدعاء، هذا منه، هذا مما يستعمل ولا يراد به المعنى الأصلي. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم. هذا الحديث فيه أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل سقايته، لأنه كان يسقي الحجيج، كان عنده السقاية، بمعنى أنه متعهد بالسقاية لأنه يوفر الماء للحجيج في المسجد الحرام، يأتي يوفر الماء بالرواية والقرب حتى يشرب الحجيج. وكانت قريش متقسمة لأعمال الحج، منهم من يقوم بالسقاية ومنهم من يقوم بالرفادة وهي إطعام الحجيج، ومنهم من يقوم بالحجابة، حجابة الكعبة، بمعنى أنه يحمل مفتاحها ويفتحها ويتولاها. فقريش متوزعة لأعمال الحج، والعباس كانت السقاية لعبد المطلب، كانت السقاية لعبد المطلب أبيه، ثم لما توفي آلت السقاية إليه رضي الله عنه. كانوا يتوارثون هذه المسؤوليات، هذا مما يدل على عنايتهم بالحرم والحجيج. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المهمة، هي مهمة عظيمة، لأنه ما يتمكن أنه يبيت بمنى ويوفر الماء للناس يشربون في مكة، ما يتمكن من هذا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى استئذان ولي الأمر، استئذان ولي الأمر في الأمور العامة، استئذان ولي الأمر في الأمور العامة، فإن العباس على جلالة قدره هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا استأذن من الرسول، لأن الرسول هو ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له. المسألة الثانية فيه دليل على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأجل عذره، والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب، فدل على وجوب المبيت في منى، وأنه لا يرخص إلا لمن عجز، إلا لمن عجز عن المبيت لمرض أو لكونه من المرضى الذين يحتاجون إلى ترقيد في المستشفيات، لا بأس أنه المريض لا بأس أنه يحمل من منى إلى المستشفى ويعالج فيه وهو حاج، يسقط عنه المبيت للعذر. وكذلك الذين يعملون لمصالح الحجيج كالجنود والحراس الذين ورجال المرور اللي يعملون لمصالح الحجيج، إذا حجوا يعفون من المبيت لأجل أن يقوموا بمهماتهم، لأجل أن يقوموا بمهماتهم. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع،
كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا عود إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد إفاضته من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس في عرفة سار إلى مزدلفة، سار إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب. وجب المغرب وهو في مزدلفة في عرفة، لكنه لم يصلي، أخر المغرب وسار إلى مزدلفة. في أثناء الطريق توضأ صلى الله عليه وسلم، قالوا له الصلاة، قال الصلاة أمامك، فمضى صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مزدلفة. فلما وصلها أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام وصلى المغرب، ثم حطوا رحالهم، ثم أمره فأقام فصلى العشاء، المغرب ثلاث والعشاء ركعتان، جمع تأخير، جمع تأخير. فهذا دليل على أن السنة، أن السنة أن الحجاج يؤخرون صلاة المغرب ويصلونها مع العشاء جمع تأخير إذا وصلوا إلى مزدلفة، ولو تأخر وصولهم ما لم يخرج وقت العشاء. أما إذا خشوا خروج وقت العشاء، خشوا أن ينتصف الليل قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، فإنهم يصلون في الطريق ولا يخرجون الصلاة عن وقتها. أما إذا كانوا يصلون إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء فإنهم يؤخرون المغرب ويصلونها، لأن هذا من السنة، وهو من ذكر الله. قال تعالى: فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، يسمى المشعر الحرام ويسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليه من عرفة، ويسمى جمع كما في هذا الحديث لأن الناس يجتمعون فيه تلك الليلة. فهذا هو السنة، أن المغرب تؤخر وتصلى مع العشاء إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، وأنهم يبادرون بها أول ما يصلون، يبادرون بها. نعم، أحسن الله إليك. باب المحرم. أعيد الحديث. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، بجمع يعني مزدلفة. نعم. كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وأن هذا من الأعمال التي تعمل في المزدلفة. ثانيا فيه مشروعية الأذان، مشروعية الأذان والإقامة، وأنهم لا يصلون بدون أذان وبدون إقامة. ولكن الأذان مرة واحدة والإقامة مرتين، مرة للمغرب ومرة للعشاء، فلا يكرر الأذان وإنما تكرر الإقامة. المسألة الثالثة فيه أنه لا يؤدي الرواتب، لا يؤدي الرواتب، راتبة المغرب التي بعدها ولا راتبة العشاء التي بعدها، فلا يؤدي الرواتب وإنما يقتصر على الفريضة. لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما. فهل هذا خاص بمزدلفة أو هو عام للمسافر؟ إذا قصر الصلاة فإنه لا يؤدي الرواتب، هو عام، لأن ابن عمر لما سئل لماذا ترك الراتبة قال: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني مصليا راتبة لأتممت الصلاة. وكونه يخفف عنه الصلاة يخفف عنه أيضا صلاة الراتبة. فالذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب. نعم، أعيد الحديث. أحسن الله إليك وعفوك. وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح. كل واحدة منهما بإقامة
والأولى بالأذان. نعم. ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما، ما جاب راتبة المغرب التي بعدها ولا جاب راتبة العشاء التي بعدها، هذا هو السنة. نعم. ولا على إثر واحدة منهما. نعم. أحسن الله لك. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. نعم، فإذا فرغ الحاج من صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة فإنه ينام، ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام إلى أن يطلع الفجر فيصلي الفجر مبكرا في أول وقتها، ثم يدعو بعد الفجر، ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أنه ينام، لأن بعض الناس يجلسون كل الليل وضحك وسواليف وما. لا، السنة أنه ينام، يرقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ينشط على العبادة، أولا لأنه تعبان من الوقوف في عرفة، ومن الدفع بين من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، وثالثا أنه أمامه مناسك في يوم العيد يحتاج إلى الراحة، فينام لأجل أن يتقوى على أداء المناسك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يصلي ما يصلي تهجد في مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد، لكن اختلفوا هل يوتر أو لا يوتر، لأنه ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر، ما ذكر أنه أوتر، ولكن قالوا يعني عموم السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، عموم الحديث يدل على أنه يوتر ولو في مزدلفة، لأن الرسول ما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليك. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. الله جل وعلا حرم على المحرم صيد البر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما هو الصيد؟ لأن الصيد ينقسم إلى قسمين: صيد البر وصيد البحر، وهذه الآية قال لا تقتلوا الصيد، هذا عام، لكن الآية الأخرى فسرت هذه الآية: حرم عليكم أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على أن قوله لا تقتلوا الصيد المراد به صيد البر كالظبا والأرانب والطيور، صيد البر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يصيد ولا يصاد له، لا يصيد هو ولا يصاد له، يخلي واحد يصيد له أرانب يصيد له ضب ما يجوز، ولا يصاد من أجله، حتى لو هو ما دري راح واحد وصاد وجابه ينوي أنه له، ما يجوز هذا، إذا صاده من أجل المحرم ما يجوز، ولو أن المحرم ما درى لا يأكل مما صاده ولا يأكل مما صيد لأجله، ولا يعين على الصيد بالإشارة أو بالدلالة على موضع أو بإعطاء الرامي السهم أو غير ذلك، ما يشير ولا يرشد إلى مكان الصيد ولا يناول الصائد آلة الرمي، كل هذه محرمة على المحرم ما دام محرما. فإذا حللتم فاصطادوا، ما دام محرم فهو حرام، فإذا حل من الإحرام جاز له الاصطياد. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، نعم، غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم. أحسن الله. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. متى يأكل من صيد الحلال؟ إذا لم يصده هو ولم يعن على صيده ولم يصد من أجله، ولم يصد من أجله يأكل منه كما يأتي في الحديث. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. نعم، الطريق من المدينة إلى مكة طريقان: طريق الساحل الذي يمر على الجحفة، يمر على الجحفة قبل يصل مكة، يمر على الجحفة وعلى رابغ، هذا طريق الساحل. الثاني طريق الهجرة اللي هو طريق السيارات اليوم، هذا يمر على ذي الحليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في حجة الوداع أمر طائفة من الصحابة فيهم أبو قتادة أن يأخذوا الطريق الساحلي. لأي شيء؟ للحراسة، لأن لا يفجأهم عدو. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم للحراسة لأجل أن لا يفجأهم عدو يستطلعون الطريق، يبرحون الطريق. فيهم أبو قتادة، لكن هؤلاء بعضهم أحرم من ذي الحليفة، وأبو قتادة لم يحرم، أخر الإحرام إلى أن وصل إلى الجحفة. أما الذين أحرموا فلا يجوز لهم الصيد، وأما أبو قتادة فإنه يجوز له الصيد لأنه لم يحرم بعد. فصاد حمار وحش، صاد حمار وحش، فأكل منه وأكل الصحابة الذين معه، لأنهم ما صادوا ولا أعانوا على صيده ولا صيد من أجلهم، أكلوا منه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منه فأعطوه إياه، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، أكل منه، لأن أبا قتادة ليس محرما يوم يصيده، وهو لم يصده للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صاده لنفسه، فلذلك أكل منه أصحابه وأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصد من أجلهم ولا أعانوا على صيده. نعم، فهذا دليل على أن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده ولم يصد من أجله. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. نعم، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. نعم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، يعني أنثى، الأتان الأنثى، أنثى الحمار يقال لها أتان، سواء حمار وحش أو حمار أهلي. نعم، فنزلنا فأكلنا من لحمها. إيه نعم، أكلوهم محرمون لأنهم لم يصيدوها ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لأجلهم، لما صادها أبو قتادة لأجلهم، صادها من أجل نفسه. نعم، لكنه أطعمهم منها. نعم، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العبد فأكلها. نعم، أكلها من أجل أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خواطرهم، يقرر لهم الجواز حتى يقتنعوا تماما. نعم، فهذا فيه دليل على أن الصيد إنما يحرم على المحرم، على أن قتل الصيد واصطياده إنما يحرم على المحرم، ولا يصيد ولا يأمر بالصيد، لأن الرسول قال: منكم أحد أشار؟ منكم أحد؟ قالوا: لا. فدل على أنه إذا لم يصده ولم يعن على صيده أنه يحل أن يأكل منه، يحل له أن يأكل منه.
لكن سيأتينا حديث الصعب بن جثامة، استمعوا. نعم. أحسن الله إليك. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبوى أو بودان. الأبوى ودان ما اسم مكانين بين مكة والمدينة، هما أقرب إلى مكة. نعم. فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ مسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. المهم أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، إما أهدى له الحمار كاملا أو بعضه أهدى له صلى الله عليه وسلم، فرده عليه ولم يقبله عليه الصلاة والسلام. فالرجل ظهر على وجهه شيء من التأثر، لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته؟ وليس من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرد الهدية، بل من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية، فالرجل ظن أن الرسول في نفسه عليه شيء، فلذلك تغير وجهه. الرسول لما رآه كذلك طيب خاطره وبين له المانع، فقال: إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. بين له العذر من أجل أن يذهب ما في نفسه من التأثر. ظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة أن المحرم يأكل من لحم الصيد، وحديث الصعب يدل على أن المحرم لا يأكل من لحم الصيد، فما الجمع بينهما؟ الجمع كما ذكرنا أنه إن كان صيد لأجله أو أعان على صيده فإنه لا يأكل منه، أما إذا لم يصد لأجله ولا أعان على صيده فإنه يباح له الأكل منه. فحديث الصعب بن جثامة يحمل على أنه صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء به وأهداه له، هذا دليل على أنه صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صيد لأجل المحرم فلا يأكل منه، هذا هو الجمع بين الحديثين، هذا واضح الحمد لله. نعم. قال المصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه صيد لأجله فلذلك رده. نعم. والمصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله. نعم. والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، هذا هو الجمع بين الحديثين، أنه الحديث الأول أكل، الحديث الثاني رده، الجمع هو هذا، هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ولا تعارض بين الحديثين. نعم. كتاب البيوع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص في اليوم الثالث من أيام التشريق قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر بمنى بل رمى الجمار، ففهم هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال، فرمى ورمى معه جماعة لأنه أقنعهم بذلك، فرموا في حوالي الساعة العاشرة صباحا، فهل عليه وعليهم شيء؟ هذا من فتاوى الجهال، وهذا اللي نخشى منه. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في اليوم الثالث عشر بعد ما دخل وقت الظهر، وكان يرمي في الأيام قبل أن يصلي الظهر، حتى في يوم 11 ويوم 12 كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. فهو رمى لما زالت الشمس ثم رحل، ثم صلى بالمحصب، صلى صلى الله عليه وسلم بالمحصب اللي يسمى الآن الأبطح لما نزل فيه. فهذا فهم غلط، هذا فهو أخطأ وأفتى الناس بخطأ، فعليهم الفدية، لأن هذا الرمي قبل الزوال لا يصح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ما حصل في هذا العام من توسعة أحواض الجمرات وتوسعة الشاخص أيضا، هل هذا الفعل جائز شرعا؟ ولو كان جائز لماذا ما حصلت هذه التوسعة من قبل
في دفع الزحام والمشقة عن الناس؟ يا أخي قبل ما فيه زحام، لأن الحاج شويين وهم سفرين، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحزرون بمئة ألف، واليوم كم الحاج؟ اليوم كم؟ ملايين، خمسة ملايين أو حول. تغير الوقت والجمرات ما غيرت ولله الحمد، المرمى هو هو، لكن جعل على صفة المحجان من فوق من الدور الأعلى، على صفة المحجان الذي ترمى فيه الجمرات، ثم تذهب مع هذا المحجان وتقع في الحوض. وهم مددوا الفواهة هذه علشان التوسيع على الناس، لكن الجمرات كلها تصب في الحوض، فهذا من التيسير، هذا من التيسير. والشاخص ما هو بهذا الشاخص، هذا يسمونه محجان مزينينه للجمرات، تجتمع فيه وتحول تصب مدرج، ما يبقى فيه ولا حصى، كله يروح يصب في الحوض. لكن السائل ما تأمل، ما راح يشوف عقب الحج وشاف هذا المشروع حتى يقتنع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الحلق بالمكينة على مقاس صفر يعتبر من الحلق أم من التقصير؟ من التقصير، لكنه تقصير مبالغ فيه، ولا الحلق بالموس، الحلق يكون بالموس ما يكون بالمكينة، مكينة تقصير. نعم. لكن التقصير يختلف، منه تقصير يعني تقصير مبالغ فيه، وتقصير متوسط، وتقصير خفيف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك يا فضيلة الشيخ من يقوم بعد الانتهاء من السعي بأخذ مقص ثم يقوم بالتقصير لنفسه، وذلك بأخذ جزء من أعلى الشعر وجزء من أسفله وجزء من يمين الرأس وشماله، ويقول هذا الفعل يجزئ لأني قصرت من جميع جوانب الرأس، فهل هذا الفعل صحيح؟ قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا، هذا من العجلة، وكان على الإنسان أنه يترفق في أمور العبادة، ولا فإذا أراد أن يقصر يخلي واحد يقصر له، يخلي واحد يقصر له يعمم رأسه، أما هو ما يقدر يعمم على رأسه، ما يشوف كل رأسه، فكان أنه يتأنى ويروح للحلاقين أو يروح لأحد زملائه يخليه يقصر من رأسه من جميعه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: حججنا هذه السنة ولله الحمد وكنا متعجلين، وحبسنا السيل إلى غروب الشمس، ثم نويت البقاء اليوم الثالث عشر، لكن صاحب الحملة لم يوافق بحجة تسليم الموقع، فغيرت نيتي مرة ثانية وخرجت من منى بعد الغروب وطفت الوداع، فهل علي شيء في ذلك؟ يا أخي، إذا كنتم رميتم قبل الغروب وحملتم عفشكم ومشيتم بالسيارات، لكن مسككم الطريق ما خرجتم إلا بعد الغروب، ما يضر هذا، أنتم رحلتم تعجلت، أنكم إذا رميتم قبل الغروب وحملتم على السيارة وركبتم ومشيتم لكن الطريق حبسكم، أنتم معذورون ومتعجلون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي سعي الحج قبل الطواف، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج؟ نعم، وردت رواية: سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، لكن هذه الرواية شاذة عند أهل العلم، شاذة عند أهل العلم، ولم يعمل بها إلا قليل من العلماء، الجماهير على عدم العمل بها، فلا ينبغي للإنسان أن يتلمس الرخص والأحاديث الغريبة ويطلعها للناس ويفتيبها، ما ينبغي هذا، يحمل الناس على الاحتياط، يحمل الناس على الاحتياط وعلى المشهور وعلى ما عليه عمل المسلمين. الإنسان ما هو الإنسان ما هو بمكلف أنه يتحمل الناس يتلمس لهم الرخص والأمور الغريبة. نعم. المناسك كلها، المناسك كلها، حتى منسك الشيخ بن باز رحمه الله كله يقولون أنه يطوف أولا ثم يسعى. في الأخير الشيخ رحمه الله ألحق مسألة السعي قبل الطواف، ألحقها أخيراً في المنسك، ولا طيلة السنين وهو ماشي على ما عليه الجمهور، وكان هذا هو الذي ينبغي. نعم. بناء على هالفتوى صار كثير من الناس ما يروح للكعبة، أول ما يدخل يبدأ من المسعى.
يبدأ بالسعي حتى في العمرة، ولا في زحمة ولا في شيء، ما يروح للكعبة أول ما يصل، مع أن المفروض أنه أول ما يصل يروح للكعبة يطوف تحية الكعبة الطواف. هؤلاء لا، يبدون بالسعي، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ألا يؤخذ من قوله في الحديث لم أشعر فحلقت أن الحكم بانتفاء الحرج لمن لم يشعر، أما العامد فعليه حرج؟ هذا يفهم من ظاهر الحديث، لكن العلماء ما عملوا بهذا الظاهر، يقولون التقديم والتأخير جائز مطلقا، ما قيدوه بعدم الشعور. نعم، هذا كأنه ما له مفهوم، كأن قوله لم أشعر ليس له مفهوم عندهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لأنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر مطلقا، ما قال ما سئل عن شيء قدم أو أخر من غير شعور مطلق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من طاف الإفاضة وأخر السعي بعده بيوم، يقول من طاف الإفاضة وأخر السعي بعده بيوم أو فعل العكس، فما الحكم؟ العكس ما يجوز، أن يقدم السعي قبل الطواف ما يجوز عند الجمهور، وأما أنه يطوف اليوم ويسعى بكرة ما في مانع، الموالاة بين الطواف والسعي أولى وأفضل، لكن لو أخره لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من ترك ركعتي الطواف وكذلك من ترك المبيت بمنى أحد أيام التشريق وبات في مكة وذلك لعدم توفر المواصلات؟ من ترك ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف سنة وليست واجبة، وأما المبيت في مكة لعدم توفر وسائل النقل، إذا كان الواقع ما ذكر وأنه ما يريد الذهاب إلى منى لكن ما وجد ما يحمله، وهو لا يقدر على المشي، ولا منى قريبة من مكة يقدر يمشي، لكن ما وجد، هو مقعد ولا مريض ولا ما يقدر يمشي ولا وجد وسيلة نقل، هو معذور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أما إن كان يقدر على المشي يجب عليه يروح يمشي قريب. نعم. يقول السائل: استكمالا للسؤال السابق، يقول: حبسنا السيل قبل تحميل أغراضنا في السيارات، لا، إذا كان غربت الشمس وأنتم ما حملتم من الأرض، لا يزال خيامكم ولا يزال متاعكم في الأرض، أنتم ما تعجلتم، يلزمكم المبيت، إنما إذا حملتم ورميتم قبل الغروب ولكن حبسكم السير فهنا أنتم متعجلون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في الأعوام الأخيرة حصل بسبب الزحام في النفرة من عرفة إلى مزدلفة أن بعض الحملات بسبب تأخر دخول الباصات إلى عرفة يتأخرون فلا يخرجون من عرفة إلا قرابة الساعة العاشرة، ولا يستطيعون دخول مزدلفة قبل منتصف الليل بسبب الزحام، فهل تؤخر الصلاة ولو بعد خروج الوقت أم يصلي في الطريق؟ قلنا هذا، قلنا إذا ينتصف الليل قبل تصلون مزدلفة صلوا في الطريق، لأن آخر الوقت المختار العشاء إلى نصف الليل، وما بعده ضرورة، وهذا ليس فيه ضرورة، تستطيعون تنزلون وتصلون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل في مزدلفة من البرد، يقول رجل في مزدلفة من البرد غطى رأسه بالبطانية، فهل عليه شيء؟ وكان شاكا في الحكم. نعم، إذا غطى رأسه متعمدا عليه الفدية، وهي مخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، خير بين هذه الثلاث. الصيام يجوز في كل مكان، وأما الإطعام والفدية فهي في مكة، لابد أن تكون في مكة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا طاف الحاج يوم العيد طواف الإفاضة ثم حلق رأسه، هل يحصل له التحلل الثاني أو لا؟ لابد من الثالث، ما يحصل التحلل الأول. نعم يحصل، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حصل التحلل الأول،
الذي يمنع تمتعه بزوجته، فإذا جاب الثالث حلت له زوجته. تعيد السؤال؟ أحسن الله إليك. يقول: إذا طاف الحاج يوم العيد طواف الإفاضة ثم حلق رأسه. نعم، جاب اثنين من ثلاث، طواف والحلق. نعم، هذا التحلل الأول. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل كل حملة من حملات الحج إذا وصلت إلى مزدلفة تؤذن للمغرب والعشاء ولو تفاوت وصول كل حملة عن الحملات الأخرى؟ هل إيش؟ هل كل حملة من حملات الحج إذا وصلت إلى مزدلفة تؤذن للمغرب والعشاء ولو تفاوت وصول كل حملة عن الأخرى؟ لا، ما ترتبط بعضها ببعض. من وصل إلى مزدلفة يبادر بالصلاة، ولو ما جت الحملة الثانية أو الثالثة ما يرتبط هذا. من وصل إلى مزدلفة من الحملات يصلون، يبادرون بالصلاة ولو كانت الحملات الأخرى ما وصلت. كل من وصل يصلي. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: في حج هذا العام نظراً لهطول الأمطار يقول في حج هذا العام نظر لهطول الأمطار في اليوم الثاني عشر ذهبت إلى مكة ثم عدت في الليل ورميت، وعدت إلى مكة وطفت للوداع، فقيل لي: لا يجوز، لأنه يلزمك المبيت بمنى نظرا لبقائك إلى المساء. فإذا كان هذا القول صحيح فماذا يجب علي الآن؟ نعم، إذا كنت يوم الثاني عشر ما رميت قبل الغروب فإنه يلزمك المبيت في منى والرمي في اليوم الثالث عشر. أنت رميت في اليوم الثالث عشر لكن ما بت تلك الليلة، فيكون عليك إطعام مسكين عن ترك المبيت. من ترك ليلة واحدة من ليالي منى فيطعم مسكينا. نعم، في مكة. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يتجاوز أبو قتادة ميقات أهل المدينة ويحرم من الجحفة؟ ما مر على ميقات المدينة، هو من المدينة، ذهبوا من على طريق الساحل من المدينة، هذا هو الظاهر، ما ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الميقات، إلى ذي الحليفة. اللي ذهبوا معه أصحابه اللي مشوا معه، أما هؤلاء هم على صفة حرس، انطلقوا من المدينة عن طريق الساحل. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا وصلنا إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب. نعم، يقول: إذا وصلنا إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب فهل ننتظر مغيب الشفق الأحمر أم نصلي مباشرة جمع تقديم؟ نعم، هذا هو الظاهر، إنكم بمجرد وصولكم تصلون، إن كان قبل دخول وقت العشاء هو جمع تقديم. نعم، لأن الصلاة معلقة بالوصول مبكرا أو متأخرا. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الحكمة من وقوع الحصى في الحوض، ولماذا لا يكتفى برمي الشاخص؟ الشاخص ما هو محل رمي، إنما هو علامة على الحوض، علامة على الحوض، ما هو محل الرمي. محل الرمي بالحوض، هو الذي رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ورمى به المسلمون، محل الحوض. نعم، الشاخص ما جعل لأجل يرمى، إنما جعل علامة على المرمى. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: من أفتي له بالرمي قبل الزوال هل عليه شيء أم تكون في ذمة الذي أفتى له؟ إذا كان يريد براءة ذمته فعليه أنه يفتي، يذبح فتية، ما هم تحمله لا يوم القيامة، هذا عليه مسؤولية الفتوى بغير علم، وأنت عليك مسؤولية إنك أديت النسك في غير وقت فتفدي. نعم، أيضاً أنت لم تسأل أهل العلم، لماذا تسأل هذا؟ لماذا لم تسأل إلى أهل الفتوى المعتمدين وتسألهم؟ أنت المقصر وأنت المفرق. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم شرب المحدة للقهوة بالزعفران؟ ما يجوز، لأن الزعفران نوع من الطيب، فلا تستعمل الزعفران، لا المحدة ولا المحرم يستعملون الزعفران لأنه من أنواع الريحان. نعم، وكذلك هل يجوز لها
الرد على الهاتف إذا كان المتكلم رجلاً؟ لا بأس، تكلم الرجل على الهاتف أو شفهياً ما في بأس، للحاجة تكلم الرجال للحاجة وترد عليهم السلام وتجيبهم إذا سألوها، لا بأس بذلك، وإذا سلموا عليه ما في بأس. نعم. يقول: وكذلك هل تستخدم الشامبو بقصد التنظيف؟ نعم، تنظف لكن بغير طيب، تتجنب المواد المطيبة وتتنظف بمواد منظفة ليس فيها طيب، وهي كثيرة موجودة. الشامبو ما فيه طيب، منظف ليس فيه طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لكن الصابون الممسك هذا فيه طيب، الصابون اللي في قوارير الآن يسمونه السائل هذا فيه طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا كثير الحلف بالله وحلفي أني لا أعصيه ثم أعصيه، فما الحكم وهل يترتب عليه كفارة؟ ما يجوز الإنسان يتساهل في اليمين ويكثر من الحلف. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف، الكثار من الحلف دليل على التساهل، ينبغي أنك ما تكثر من الحلف ولا تحلف إلا عند الحاجة وتكون صادقا. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. وقر اليمين بالله عز وجل واحترمها، ولا تحلف إلا عند الحاجة وتكون بارا وصادقا. نعم. وكذلك يقول: أنا كثير النذر وأنذر ألا أعصيه ثم أعصيه، ويترتب على نذري أمور مالية، بأن أقول نذر على إن فعلت كذا أن أدفع 500 ريال. هذا يجري مجرى اليمين، ما هو بنذر، يجري مجرى اليمين، لأنك تقصد المنع، تقصد به المنع، يكون مجرى اليمين، فعليك كفارة يمين عن هذا النذر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أصابتني جنابة وما كان عندي ماء حار، فغسلت ذكري بالماء البارد ثم توضيت بنفس الماء ولم أتيمم ثم صليت، فهل فعلي صحيح؟ ولم أتيمم؟ نعم. يقول: ما هو صحيح، الواجب أنك تغتسل بالماء إلا إذا خشيت على نفسك من الخطر لشدة برودة الماء، وليس عندك شيء تسخنه به بارد برودة شديدة ما تتحملها، وليس عندك ما تسخنه به، فإنك تتيمم بالتراب وتصلي. أما إذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب أو غاز فإنه لا بد من الماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز جمع الرجال والنساء في قاعة واحدة من غير ساتر يفصل بينهما بقصد الدعوة والوعظ، علما بأن هذه النساء أكثرهن متبرجات؟ لا، ما يجوز، إذا كنا متبرجات ما يجوز، وإذا كنا متحجبات يصير خلف الرجال ما في بأس، يصير خلف الرجال ومحجبات ما في بأس، أما متبرجات لا يجوز. وكذلك إذا كنا متحجبات لا يختلطن مع الرجال، إنما يكون على حدة وخلف الرجال، بهذا الشر متحجبات ويكن خلف الرجال. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بماذا نرد يا شيخ على من يستدل بعدم تحريم التدخين بقوله إن أضراره هي نفس أضرار البخور، والبخور لم نسمع أنه محرم بل يستعمله حتى العلماء؟ ما شاء الله، وش هالاستدلال هذا؟ البخور ما أنت بتشربه يا أخي، مثل الدخان، الدخان تعبه وتشربه وتدخله بجوفك، وأما البخور أنت تشمه وتمشيه ما يدخل جوفك، والبخور طيب وهذا خبيث، البخور من الطيبات وهذا من الخبائث، فلا يقاس الخبيث بالطيب. نعم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.